السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. بقلة الخيارات المفتوحة بوجه الأطفال السوريين، اشتغلت عدة مؤسسات على فتح خيارات جديدة للطفل السوري مثل التعليم البديل. ومن هالمؤسسات منظمة ألفابيت للتعليم البديل، وهي مبادرة ذاتية غير حكومية وغير ربحية أطلقوها مجموعة من الناشطين المعنيين بتأمين تعليم أساسي بديل للأطفال السوريين النازحين بلبنان، لسد جزء من الثغرة التعليمية الكبيرة اللي خلفتها الحرب بسوريا وانقطاع عدد كبير من الأطفال عن التعليم وعدم القدرة على متابعة التعليم خارج سوريا بسبب ارتفاع تكاليفها وعدم توفر المقومات الكافية بهي البلدان ليتابع فيها الطفل السوري تعليمه. من هون بلشت منظمة ألفابيت عملها بلبنان سنة 2013 بخيمة صغيرة وبمبادرة من الشباب السوري بلبنان، جمعت فيها عدد متواضع من الأطفال السوريين ضمن نشاطات بسيطة. ووقت لقت المبادرة إقبال كبير، قرر فريق العمل يعملها مبادرة فعلية بتضم أكبر عدد ممكن من المخيمات يلي بتفتقر لبدائل التعليم. وخلال عدة أشهر صاروا المستفيدين من هالمبادرة حوالي 700 طالب أعمارهم بين 5 إلى 14 سنة، موزعين على 6 مخيمات بالبقاع. أما فريق العمل فهو فريق تطوعي بيستعين أحياناً بأهالي المخيم من المدرسين وحملة الشهادات العالية، وطبعاً كل المدرسين خضعوا قبل التدريس لدورات تدريبية وخصوصاً على المقررات اللي أقرتها منظمة اليونيسيف لتدريس الأطفال بأوقات الأزمات. أما أهداف المنظمة اللي عم تشتغل على تحقيقها فهي تعليم الطلاب السوريين المواد الأساسية اللي هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، وتوفير حصص تثقيفية وترفيهية مثل الموسيقى والرسم وعرض الأفلام بوسائل حديثة مع نبذ العنف، والعمل قدر الإمكان على تأخير نزول الأطفال لسوق العمل من خلال عدم تكليف أهل الطفل بأي تكاليف مادية، توفير فرص عمل مؤقتة لسكان المخيم من خلال تشغيلهم بالخيم التعليمية التابعة للمنظمة، وتأمين بعض الخدمات الطبية وفتح المجال للفنانين والاختصاصيين اللي عندهم رغبة بالعمل مع الأطفال النازحين. وبيظل التحدي الكبير اللي عم يواجهه السوريين لتعليم أبنائهم، عم تسعى منظمة ألفابيت لنقل مبادرتها من مرحلة التدخل الإسعافي السريع لمشروع بناء جيل جديد من السوريين بيتمتع فيه الأطفال بحرية التعبير وبتنحمى فيه حقوقهم كرامتهم وإنسانيتهم ومستقبلهم. لتعرفوا أكثر عن شغل منظمة ألفابيت فيكم تزوروا رابط صفحتهم على الفيسبوك الموجود بوصف الحلقة. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.